تم اليوم السبت بمدينة النخيل مراكش تنظيم حفل افتتاح لشركة جاس دوزا الكائن مقرها بأبواب مراكش أضلي طريق قديع المنسلخة من شركتي جاس ماروك وبي اش بي الرائدتين على المستوى الوطني والدولي. حضر مراسم الافتتاح شخصيات وزنة في مجالات الاستيراد والتصدير وملاك الشركات الكبرى في قطاع الطاقة المتجددة وكبار الفلاحين وتقنيين ومستثمرين وأساتذة التكوين المهني وأصدقاء المنظمين من ذوي الاهتمام المشترك. وشهد الحفل تنظيما متميزا مقرونا بسعادة بالغة تتطير من وجوه المنظمين الأخوين عماد وعادل الزدي الذين حرصا على خلق أجواء احتفالية رائعة استهدفت معتنقي الفكر الاستثماري وقواعد صناعة المستقبل النظيف. هذا وتميز الحفل افتتاحي بصروف لحظات عز وفرح تلاقت فيها قلوب صادقة أبدت فيضانها الطبيعي بعشق أهل الحفل الذين بارك الله أعمالهم وتفوقهم بمزيد من العطاء والتطور. ويروم هذا الاحتفال المجاهرة بنجاح الشركة وبمسيرة تفوقها وبتوسيع دائرة اشتغالها وطنيا ودوليا، هذا إضافة إلى خلق علاقة متطورة ووصالة جديدة فقد تأكل الحدود على أساس تسطير خارطة طريق توسعية وتقدمية من أجل مستقبل كبير ورائد. معكم عادل البقادي كوميرسيال ديال هيب أغريكول. شرف كبير لنا كشركة هيب أغريكول أننا نجيو لهاد افتتاح ديال جي اس ماروك اللي هي شركة كبيرة وبارمي العملاء ديالنا المزيانين واللي فيدال. كنتمناو المسيرة موفقة لهم وكنتمناو لهم انهم يطوروا ليزاكتيفيتي ديالهم ويزيدوا القدام، وهذا الشيء كامل بفضل العمل ديالهم المتواصل والجهد ديالهم الكبير سواء السي عادل ولا السي عماد. باسم هيب أغريكول كنقدم الشكر لهم وكنقول لهم مسيرة موفقة وشكرا. اليوم ان شاء الله كتواجدوا في مقر ديال جي اس ماروك شركة جديدة تفتحت في مدينة مراكش، شركة متطورة جابت آليات متطورة. أنا كزبون ديالهم الحمد لله يعني تقريبا واحد العشر سنين هادي تنتعامل معهم، يعني السلعة ديالهم مزيانة. يعني كنطلبوا من الشركات الجدد يجيو يطالعوا على الشركة ديال جي اس ماروك اللي في مدينة مراكش باش يعني ياخذوا السلعة ديالهم ويستافدوا. اكيد الى جاوا ان شاء الله راه غادي يكون واحد التعامل مستمر وغادي يعجبهم الحال بزاف. اليوم جيت باش ندير هذه الشهاده ان شاء الله في الافتتاح تاع هذا المشروع تاع السي عادل الزادي اللي كان هو واحد التلميذ ديالنا وقضى عندنا واحد 4 ديال السنوات وكان نعم التلميذ المجيد. دليل على ذلك انه تدرج عندنا في التكوين المهني في جوج ديال المستويات، مستوى تقني في الكهرباء الصناعيه ومن بعد مشى للسيستم الالكتروميكانيك دي سيستم اوتوماتيز الانظمه التلقائيه، وكان بدا في هذه المده اللي قضى عندنا هذ 4 سنوات كان نعم التلميذ المجيد وكان ديما عنده هذاك الهاجس نتاع الاهتمام بهذا الميدان واهتمام بالميدان نتاع كانسان اللي كيحب انه ينجح وينجح مع ناس اخرين. الحمد لله بدا في هذا الميدان واستمر فيه. اليوم احنا منذ ما تخرج معنا من التكوين المهني وحنا تنعاودوا ريكيبيري وحنا ترجعوا للتكوين المهني باش يدلي بشهادات ويحاول يكون واحد الحافز بالنسبه لواحد الدراري اللي كيكونوا عندنا، وكنجيبوه ديما في الايام المفتوحه باش يموتيفي هذوك الدراري ويبين لهم بان هذا الميدان ديال التكوين المهني وهذا الميدان اللي هما فيه هو ميدان ديال العطاء، خصك تكون عندك ديك الرغبه وكاين بزاف ما يدار في هذا الميدان. والحمد لله اليوم حنا جينا وحنا كنشاركوا في هذا النجاح ونتمنوا ان شاء الله من نجاح لنجاح اخر ان شاء الله. ومن جمله خدمات الشركه موضوع الافتتاح جي اس دوزا القيام بتوزيع على الصعيد الوطني ادوات واليات متنوعه ومتطوره من قبيل المضخات وعلى وزم المسابح وعلى وزم السقي وعلى وزم المساحه الخضراء والطاقه الشمسيه ومعدات صناعه مختلفه. مزيد من التفاصيل تتابعونها في الورقه التاليه. كاينه بي اش بي هي الاولى هي الشركه الام تدير لامبورطاسيون وتخلقات منها جي اس ماروك
اللي ولات تدير لا ديستريبيسيون، ومن بعدها خرجت جي اس 12. جي اس 12 اللي هي هزاك الماء من جي اس ماروك اللي هي جي اس، ومزيودة على 12 اللي هي عادل وعماد، هما اللي باترون هما صحاب الشركة. شركة اخرى هذه فيها بزاف ديال لي زاكتيفيتي، منها البومباج، البيسين، ليريغاسيون، جاردينات مخلطة. لاندستريال ما عندهاش اكتيفيتي واحدة، عندها بزاف تاع لي زاكتيفيتي. كاين ديال ليريغاسيون، الالترناتور، لي موتو بومب، لي جينيراتور ديال ليسونس، لي بيرفيليزاتور ديال الهواء، لي بومب ديال ترونسفير ديال لونغري اينوكس، لي بومب ايميرجي هادو اللي تنديرو اللي تدير لهم بي اش بي لامبورطاسيون، تعطيهم جي اس ماروك باش تفرقهم في المغرب. جي اس 12 هي كليون من لي كليون ديال جي اس ماروك. كما قلت لك عندنا لي بومب هادو عاوتاني تناخذهم من المغرب، نيت هادو ماشي جاو لنا، ماشي حنا تنجيبوهم، حنا تنجيبوها الطورماك. اي حاجه فيها عندها الطورماك هي اللي تندخلوها حنا. الطورماك حنا الوحيدين اللي تنجيبوها في المغرب. ماتيريال هو عندنا ديال البيسين، ماتيريال الكوتاغوت، برودوي بيسين، ها هو لي برودوي شيميك ديال البيسين، لي برودوي شيميك ديال التريتمون ديال البيسين. عندنا لي شوفو، تنديرو حتى لي شوفو اغاز، لي شوفو سولير، لي شوفو الكتريك، كولا، لي بيفيريزاتور. يعني عندنا ماتيريال بي في سي ديال الكوتاغوت، بريسيون ديال البوليتيلان حتى هو بريسيون، عندنا لا فونت ديال لو بوطابل حتى هو تنديرو راه هو داير من التحت. وهنا لي زاكسيسوار اندستريال ديال لي زاكسيسوار الكتريك اندستريال، وهادو لي فارياتور تاع امبورتيوهم، ها هي بي اش بي اللي قلت لك هي اللي تدخلهم بوحدها في المغرب. هاد الفارياتور كيمو تدخلو بي اش بي اللي عندها الحق في المغرب بوحدها هي تدخلو. وكي قلت لك تعطي الجي اس ماروك، والجي اس ماروك هي اللي تدير لي لا ديستريبيسيون. وهنا لي كوفري تنقادوهم حنا اللي تنمونتيو هاد لي كوفري، تنشريو الماتيريال بحال هكا، وحنا تنمونتيو هاد لي كوفري ديالنا، حنا اللي تنقادوهم. وهنا راه ماتيريال مخلط، هنا عاوتاني ديال لو بوطابل، هي مخلطة. وعلقاء حضورهم القوي وأخلاقهم المثالية، عرفت شركة الأخوين عماد وعادل الزدي بي اش بي وجي اس ماروك، إضافة إلى شركة جي اس دعاء، موضوع الاحتفال، عرفت تسجيل نتائج مشجعة ومتعاظمة، وأثبتت قدرتها على ربط علاقة مع شركة عملاقة من دول صناعية كبرى من بينها الغول الصينية. وتقرر اختيار مراكش لاحتضان شركات الإخوان الزدي كون المدينة تتميز بتطور كبير في نظمها، جديرة بأن تغني المملكة بكل جديد التكنولوجيا والتفوق الصناعي والفلاحي وصناعة الراحة والعيش المثالية. هي شركة اللي كتهتم بكل ما يخص الفلاحة، من تجهيز ديال البيار، ديال المسابيح، ديال لي بومب،
عندنا واحد لا مارك اللي حنا الرائدين فيها اللي حنا اللي كندخلوها. دونك الميزة الاساسي هو هذا الجروب ديالنا حنا. كنديروا الاكسبو على الفور، كنديروا تجهيز ديال المسابيح، تجهيز ديال البيار، تجهيز كنديروا لي بانو سولير، لي توسكي في الدومين ديال الفلاحه اولا ديال الريغاسيون. العمل ديالي داخل الشركه هو اول حاجه كونطوار، وثاني حاجه الكتريسيتي. تخدم هادشي ديال لي بانو سولير اي جروب الكتروجين ولا الكتريسيتي بصفه عامه. اليوم كان عندنا الافتتاح ديال الفرع الجديد ديالنا في مراكش، الفرع الجديد ديال الشركه ديال جي اس ماروك. كنشكروا جميع الحضور اللي جاوا اليوم شرفونا بالحضور ديالكم. الحمد لله الاجواء كانت رائعه، فرحانين لانه الناس كثار جاوا عندنا اليوم شرفونا بالقدوم ديالهم. كما قلت لكم شركه جي اس ماروك هي تعتبر شركه رائده في مجال الطاقه المتجدده، مختصة في استيراد جميع اللوازم الفلاحية بما فيهم المضخات المائية اللي هي لي بومب انرجي، تنستردوا لي بانو سولير، المحولات الكهربائية لي فارياتور، وجميع ما يخص الفلاحة تقريبا. يعني أي حاجة عندها علاقة بالفلاحة الشركة تستوردها، ومختصين أن توزيعها في المغرب كامل. يعني المغرب كامل تنوزعوا فيه المنتوجات ديالنا اللي هي لقيا استحسان من جميع الزبناء ديالنا. الناس اللي جربوها شكروها وثقوا فيها، والحمد لله يعني كاينه واحد الثقه متبادله بيننا وبين الزبناء ديالنا اللي خلاونا باش نزيدوا لقدام ونحلوا فرع جديد باش نقربوا للكليان ديالنا ونكونوا عند حسن ظنهم ان شاء الله. الموقع ديال الفرع الجديد كاين في مراكش، الضحى ابواب مراكش. يعني حنا قرابين على الشارع الرئيسي، الطريقه الرئيسيه الصويريه باتجاه مرجع. بالنسبه للزبناء ديالنا اي واحد عنده اي استفسار او اي شيء يقدر يتواصل معنا في مقر الشركه اللي متواجد كما قلنا في ابواب مراكش في الضحى ابواب مراكش. عنده اي استفسار، عنده اي حاجه، حنا راه مختصين في تركيب وبيع جميع المواد الفلاحيه. عندهم اي استفسار او اي شيء احنا راه الاشاره باش نجاوبوهم، واللي بغى شي استفسار ولا شي حاجه احنا راه الاشاره.